بنجدد الصباح لكم مشاهدينا ومكملين سوا بمشوارنا الصباحي. بدنا نقول كمان صباح الصحة للكل بفقرتنا الحوارية الثانية اللي حنحكي فيها اليوم عن موضوع بهم كل السيدات المتزوجات تحديدا، لحتى نحكي أكثر عن حلم الأمومة، ولكن ما يترتب على هيدي المرحلة وهيدي الفترة قد يترتب فيها شوية مشاكل. بنحكي عنها هلا أكثر بفقرتنا الحوارية الثانية، مشاكل الحمل وأسباب أيضا تأخر الحمل، مع الدكتور بشار محمود أخصائي للأمراض النسائية. لك صباحك دكتور. هلا يسعد صباحكم، اهلين، يا هلا، اهلا اهلا وسهلا. بدايه فيك دكتور، يعني موضوعنا لليوم هو مهم جدا، وخاصه انه الشغل الشاغل، يعني حتى خليني اقول اليوم اذا الصبيه مثلا تزوجت فبيكون اول فكره ببالها هو هذا الموضوع، بصير في عندها قلق وخوف. امتى الصبيه بتبلش تحس حالها بعد يعني فتره الزواج، او بعد قديش ممكن تبلش تحس بقلق من هذا الموضوع؟ هلا هو السؤال مو القلق، يعني خلينا ناخذ بالكلام العلمي، يعني انه التثقيف الصحي في المجتمع من خلال المؤتمرات، من خلال النت، من خلال المراجع البسيطه او باللغه المنهجيه البسيطه، دائما بعد الزواج المراه بتقريهم، لذلك هي بتكون على علم بهذا الموضوع. فنحن اذا صنفنا المرأة بعد الزواج من حيث العمر، فإذا كان عمرها تحت 35 ومضي عام كامل من الزواج مع تواجد الزوج بشكل منطقي وجماع منتظم ولم يحدث حمل، نحن ممكن هذا الكوب الزوجة والزوج يدخلوا في مرحلة ما يسمى تأخر الإنجاب. اما اذا كانت المريضه متقدمه بالسن، هون يجب احترام هذا الواقع، لانه بتعرف مثل ما بتعرفوا حضراتكم التقدم بالعمر بيصير نقص بالمخزون المبيض اللي هو الماده الاوليه لحدوث الحمل اللي هو البيضه، وبالتالي هون ما بنتركهم نحن لمده عام كامل من الزواج، حد اقصى 6 أشهر ثم نبدا بالتحري عن سبب تاخر هذا الحمل. طبعا والشغلة الرئيسية اللي دقت عليها الصبية في فكرة جميلة جدا بالنسبة للنساء حتى غير المتزوجات اللي بيراجعوا العيادة في نوع من أنواع الأمراض اللي بيعانوا منهم هؤلاء الصبية، هؤلاء الفتيات، هدول كمان نحن لازم نأهبهم نفسيا أنه 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 يا صبية أنت بس تتزوجي، يعني هي الصبية بمعنى بسيط، ممكن قبل الزواج تراجعني بأعراض، وبعد الزواج هي ما بتعرف بشو بدها تراجعني، هي بتراجعني بقصة تأخر إنجاب. فأنا بكون إذا مراجعتني في يوم من الأيام قبل ما تزواج بكون مقدم للتربة الأساسية، مأهبة نفسيا أنه أنت بعد الزواج رح تراجعيني بتأخر إنجاب. مثلا الفتيات البدينات، الفتيات اللي عندهم شعرانية، الفتيات اللي 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 عندهم قصة نقص نشاط شديد جدا، هدول اللي عندهم كويسات على مستوى المبيض، هدول إن لم يراجعوني بأعراض تتعلق في هذا الداء أو هذا التنازل رح يراجعوني بعد الزواج، إنه والله أنا يا دكتور صار لي سنة أو سنتين، أو يلي هو متزوجة ومصاير عندي إنجاب. فأنا بأهبهم ما قبل الزواج انه هن لازم يتبعوا هذه الخطه من حيث انقاص الوزن، من حيث تناول الدواء، من حيث تغيير رتم الحياه عند هؤلاء المريضه، بالتالي انا بكسب الزمن عند هؤلاء المريضه وما معرضهم للقلق اللي حكيت عنه استاذ من صعوبه الانجاب عندهم. تماما دكتور. يعني هلا انت هون من خلال كلامك يعني منطقي جدا انه الصبيه لازم تتابع حالها وتراجع حالها حتى غير المتزوجه عند اي عرض قد يعني يسبب لها مشاكل فيما بعد. طيب خلينا نحكي، ذكرت انه عده عوامل تؤخر الحمل، ولكن نحكي نحن عن الاسباب يعني وكيفيه العلاج قبل الزواج وحتى بعد الزواج. تماما. هلا نحن بنصنف دائما ان لم يكن هلا الفتيات اكيد نحن ما رح نتجه، لانه دائما كل الامراض المرافقه للفتيه الممكن تترافق مع تاخر بالانجاب فيما بعد الزواج، هذول نحن بنصنفهم الى صنفين، يرغبنا بالإنجاب لا يرغبنا بالإنجاب. لا يرغبنا بالإنجاب نحن بالعالم العربي، يعني هني غير المتزوجات أو غير المتزوج، هدول لهم خطة معينة للعلاج بعد الزواج، حكما هني كلهم نسبة 99% يرغبنا بالإنجاب، فبحط أنا خطة علاجية. الخطة العلاجية مع بعد الزواج بالنسبة للطبيب هي أسهل بكتير
من 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 الخطه العلاجيه ما قبل الزواج، لانه في استقصاءات انا للفتيات غير المتزوجات ما فيني اجريها اذا ما قرنت بالنساء المتزوجات. طيب هون دكتور بس بدي اعقب على كلامك، يعني هلا من الاخطاء الشائعه او من القصص اللي كثير نحن بنسمعها بالمجتمع انه اذا اي صبيه حست باي اعراض بيقولوا للي حواليها سته او امها او اي حدا انه روقي بعد الزواج بتتغير حياتك، او ممكن هيدا العرض اللي انت حاسه فيه بعد الزواج قد يتغير. هون نحن بدنا ننتبه على الوعي. تماما، هذا بيدخل تحت سقف التثقيف الصحي الصحي، سواء كان من الام او من الاخت او حتى من الصبيه. نحن اغلبيه صبايا مجتمعنا هن مثقفين، يعني صحيح. اذا لم يكونوا الى مستوى البكالوريا هم في مستوى الجامعه وما بعد تحصيل الجامعي، فهذول مثقفات بشكل كبير جدا. هذول لما بيفوتوا على العياده، مريضه العقم استاذه هي مريضه ذكيه جدا. فلما بتراجع طبيب العقم من اول سؤال ثاني سؤال بتعرفي انه اذا هذه المريضه ريحه لعند طبيب مختص في العقم او تاخر الانجاب ولا لا، من خلال اجوبتها لهذا الطبيب، عرفتي عليك، واسئلتها بتكون ذكيه جدا، لانه هي بتكون ريحه لعند عدد هائل وكم هائل من الاطباء. بعدين ريحه عم تطلب استشارتك انت كطبيب، ممكن تكون سمعاني فيها عن طريق الاعلام او عن طريق الجامعه او 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 ما شابه ذلك. فبدك تكوني حذره معها بشكل كبير جدا، بحيث انه تكون اجاباتك منطقيه وضمن مجال شو هل بيسموه هذا المجال المنطقي، يعني انه انت لانه احيانا بيكون لتاخذي قرار انه مثلا هذه المريضه ممكن يصير حمل عفوي ولا باتجاه تجربه طفل انبوب. هون انت بدك تكوني كثير واثقه من حالك، كثير اخذي القرار الصح، كثير متبحره في قصه هذه المريضه، فبتاخذي قرار بحيث انه انت ما تظلميها للمريضه على الاطلاق، لانه بيترتب عليه رد نفسي ومادي هائل. صحيح. لما انا بدي احيل المريضه باتجاه تجربه طفل انبوب، يعني انا دخلت للمريضه في قصه انه هي تجربه طفل انبوب ممكن يمشي حالها وممكن ما يمشي حالها، بالرغم بالأمل. بالرغم ليك، انا مره بزماناتي عرفته لتجربه طفل انبوب، اسمه ما اسمه طفل أمه، اسمه تجربة طفل أمه، إجا الاسم من التجربة، يعني قد تتكرر مرة وتنتين وثلاثة، قد تصيب وقد تخيب. يا عيني عليكي. فأنا مرة عرفته بمؤتمر في محافظة اللاذقية بالمرديانور، وقت عرفنا له أنا عرفته شخصيا لتجربة طفل أمه، هو كل ما يمليه، انتبه، هو كل ما يمليه الجانب العلمي والأخلاقي من قبل الطبيب تجاه مريضته. حلو كتير. يعني أنا لما بقدم كل الجانب العلمي المنطقي والجانب الاخلاقي، الجانب الاخلاقي شو؟ انه انا اذا ما بفهم بهالمجال انا بحيله لعند احد الزملاء، لانه انا بالنهايه لو شاركت بتليفون بس هذه المريضه توقع حامل، فانا بكون حققت لهذا الجانب الاخلاقي. ما حيله لتجربه طفل انبوب اذا ما في استطباب، لانه عليه تكلفه ماديه هائله، والشغله الثانيه اذا ما وقعت المريضه حامل كمان مشكله نفسيه هائله. دكتور يعني حضرتك عم تقول تكلفه ماديه هائله، طيب قبل ما نوصل هاي المرحلة، معلش هلا مشان اللي عم يسمعنا ما يخاف، يعني بتقول انا ما بدي اتكلف واوصل لهي المرحلة، يعني في حلول ما قبل ما نوصل لهي المرحلة طبعا مشان ما يخافوا. يعني نحن استاذ في استطبابات مطلقة، نحن بدراسة الكوبل، يعني الزوج والزوجة، نحن قيمنا العامل الذكري اولا من حيث التعداد، من حيث الحركيه، من حيث الاشكال الطبيعيه، من حيث البي اش، من حيث اللزوجه في تصنيف لمنظمه الصحه العالميه، ما انا عم فوت فيها لانه اغلبيه المرضى ما كثير بيعرفوا بهالهي. دائما قراءه التحليل ليس من المخبري وانما من قبل طبيب الاخصائي النسائي، لانه نحن حطيناه بمنظمه الصحه صحيح. العالميه شو تعريف نحن هذا العامل الذكري الزوج، اذا كانت الامور طبيعيه اتجهنا نحن باتجاه العامل الانثوي، العامل الانثوي نحن بدنا نفصفصه، يعني شو التوجه؟ هل شكل المريضه له دور؟ نعم شكل المريضه له دور. هل مهنيه المريضه إلى دور؟ نعم مهنيه المريضه إلى دور. هل اضطرابات الدوره الطمسيه عند هذه المريضه، ايا كان هذا الاضطراب، سواء كان من تباعد الطموس ولا تقارب الطموس او عدم مجيء الدوره الطمسيه بالاصل، إلون دور؟ نعم إلون دور. وقت البلوغ اللي بلغت فيه هذه المريضه، اخوات المريضه، ام المريضه، خالات المريضه فيما يتعلق بالوراثه، نعم
السوابق الجراحية المجرات لهذه المريضة، بعدين بننتقل إلى التحليل الهرموني، هل هذه المريضة مضبوطة هرمونيا؟ هرمونيا الهرمون الإباضي المسؤول عن الإباضة، الهرمون المسؤول عن تطور الجريب الإباضي، هذول لهم الهرمونات المتعلقة بالبداني إن كانت هذه المريضة بدينة، هذول كل إذا كانت مصابة بشعرانية إلى دور كبير جدا، بعدين تجي الاستقصاءات الشعاعية. ما فيك تفصل أنت عامل عن آخر. أول شيء الاستجواب السريري لهذه المريضة، أنت حطيت ببالك أول انطباع، كيف بدك تأكد هذا الانطباع من خلال تحليل هرموني بيأكد لك الانطباع السريري، بعدين الاستقصاء الشعاعي، ثلاثة ما لازم يفترقوا عن بعض، ثلاثة يجب أن تحصرهم وتأخذ نتيجة زبدة. فإذا كان استطباب مطلق، شو معنات الاستطباب مطلق؟ يعني هذه المريضة لا يمكن أن توقع حامل، ما بدنا ندخل نحن بالاستطبابات الهي الا بتجربه طفل انبوب. هون لا تضيع الوقت استاذ، حرام، ليش لا تضيع الوقت؟ وكل دوره بعد دوره تعاني المريضه وما رح توقع حامل، في كل حاله جازمه تمام، في بعدين بيجي بتدخل بنسبه الاستطبابات النسبيه. الاستطبابات النسبيه بتاخذ فيها امور كثيره جدا، عمر المريضه، فتره الزواج، التجارب السابقه المجرات لهذه المريضه، محاوله من الطبيب ايا كان انه توقع هذه المريضه حامل. طبعا بذكر انا كلمه توقع هي فرنسي الي تومبي انسان، الفرنسيين بيقولوا انه تقع حامل بعكس البريطان او الامريكان او ما شابه ذلك. فهي امور نحن بدنا ناخذها بعين الاعتبار عند هؤلاء الكوبل، بحيث انه نحن نحط ايدنا على الجرح. بيبقى شغله انه نحن لما بنعجز بيصير نوع من انواع العقم غير المفسر، هذا نسبته 10 ل 15%. ما بيكون الزوجين عندهم اي مشكله، لكن الدراسات العالميه كلها بتشير الى انه نسبه هذا العقم، بس نسبه قليله يعني 10 ل 15% هي نسبه. هلا بتقلي انه مثلا نحن اذا عملنا استقصاءات من تنظير بطن او ما شابه ذلك ممكن تفيد بالعقم المفسر، هون حسب بقى كل طبيب وشو توجهه، هل بفيد تجربه طفل انبوب او يجب اجراء، نعم اذا كان في عقم غير مفسر مع فتره زمنيه طويله نحن ممكن نلجا الى تجربه طفل انبوب، هي كلها امور نحن بناخذها بعين الاعتبار. لكن العقم غير المفسر نحن اذا بدنا ناخذه بالتعريف الحقيقي هو عباره عن كوبل، يعني زوج وزوجه ما عندهم اي مشكله او لم تظهر اي مشكله. كمان لك الواحد لازم يكون متصالح مع حاله، ما بصير نحن كاطباء متجهين لنبني اسره من خلال زوج وزوجه نكبر راسنا. دائما يجب ان يكون الطبيب متصالح مع حاله، يطلب المشورة الطبية من الصغير للكبير. أنا ممكن ممرضة تخدمني، ممكن سكرتيرتي تخدمني، أحد الزملاء يخدمني، عرفت عليكي؟ نحن دائما يجب أن نصب الجهود تشاركية مثل ما بيقولوا، سياسة فريق نتجه بأنه هذه المريضة نحن نقدم لها كل ما يمليه علميا اخلاقيا انه نقدم لها لهذه تماما المريضة. دكتور يمكن هون بتجي الثقافه، وهون يمكن التحاليل هي ما قبل الزواج كمان كثير مهمه لحتى يعني يعرفوا الزوجين. طيب دائما بهيك حالات لما بصير في تاخر للانجاب السيده هي اللي بتنحط بالواجهه، وروحي اعملي تحاليل وشوفي قصصك وشوفي انت شو وضعك، استقصاء نحن بنساعد كمان بنروح مع هذا خلينا نحكي هون بهيدا انه مين يعني لازم الاثنين يعني الزوجين هن الاثنين. انا شخصيا ما بطلب لمريضه او ما ببدا بعلاج مريضه الا بوجود الزوج. مفتاح العمل بالتحري عن مشكله الانجاب او تاخر الانجاب هو العامل الذكري. ليش العامل الذكري القرار فيه سهل؟ هل هذا التحليل مخصب ام لا؟ بدنا نجاوب عليه. إذا الجواب نعم أنا خلصت من الزوج، إذا الجواب لا شو هي الطريقة الممكن نخليه لهذا الزوج مخصب؟ إذا كان مخصب نحن اتجهنا بشكل كلي باتجاه الأنثى، لكن قد يكون هناك تشاركية، يعني قد يكون سبب عند الزوج وقد يكون سبب آخر عند الأنثى مسببين تأخر الإنجاب. لكن أول شيء الأخلاق، اثنين احترام المريضة، ثلاثة احترام زوج المريضة، احترام العائلة، كينونة العمل، كينونة العلاج، حتى ممكن لازم السرية يكونوا ممكن لا لازم أكيد السرية، لأنه هون عم نلعب كثير دكتور، ركزت كثير على العامل النفسي، يعني الله يعطيك العافية. عطيت حتى طبعا. يعني للسيدات اللي عم يسمعوك حاليا أنه في أمل من هذا الموضوع، في عنا كم هائل من المشاكل اللي ممكن نعالجها قبل ما نلجأ لطفل الأنبوب. طبعا دكتور نصيحة صغيرة للسيدات من شان ما يخافوا أنه هاي المشكلة إلى حل،
طبعا. نصيحة هيك صغيرة شو ممكن نصيحة نصحها؟ أنه دائما ياخذوا الاستقصاءات. ليك المريضة هيك بعد أول زيارة ثاني زيارة ثالث زيارة هيك بيصير عندها هيك نوع من أنواع الإلمام أو التبحر، وخصوصا النساء المثقفات يعني أو الصبايا المثقفات، هدول بيعرفوا إذا كان هذا يعني الاتجاه باتجاه العلاج هو مرحلي، العلاج مرحلي. يعني انا ما في داعي مثلا جيبها للمريضه والله كل شهر راقب لها اباطه، شو بدي استفاد؟ يعني اذا انا صبيه عمرها 25 سنه او ما عندها مشاكل صحيه، هي بدها تكون اباطه ممتازه، لازم ابحث عن سبب اخر. ليك انا بزمان اعطيت احد المحاضرات باحد المؤتمرات في دمشق، ليصير حمل عندي ثلاث شغلات، نطفي بيضه طريق واصل، اي خلل في واحد او اكثر من هذه الثلاثيه ما يصير عندي حلو كثير. هذه الثلاثيه، هي الثلاثية أنا حكيتها بثلاث كلمات لكن هي عبارة عن مجلد كبير، أنا أعطيتها بفرنسا اختصرتها يعني مثل ما بيقولوا دكتور، أعطيتها بأوبيتال كوشان، كوشان رويال البور رويال، هي المحطة الملكية لما وين ما كان عايشين، هي 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 سي اش او سنتر اوسبيتاليي دوسبيتاليي، مشفى جامعي في فرنسا، أنا أعطيتها لهذه المحاضرة. تمام. نطفي بيضة طريق واصل، أي خلل في واحد او اكثر من هذه الثلاثيه ما يصير عندي حمل، لذلك راح انطلق. ليش؟ لانه انا عالجت شهر شهرين بده يجي زوج المريضه او المريضه يسالوني دكتور ليش ما صار حمل؟ هل هو من البيضه؟ يعني هل هو من نوعيه البيضه؟ لك هل هو من الطريق الواصل؟ انا كيف شو هي طرق تقييم هذا الطريق الواصل؟ انا عملت صوره ظليليه بكتفي فيها؟ دراسة لا الصورة في حلول الظليلية. اكثر مثل ما بيقولوا دكتور عن جد دراسة الصورة الظليلية الى الى دور مثلا، اذا انا مع احترامي طبعا لاطباء الاشعة كلهم انا كلهم اساتذة وعلاقتي طيب، لكن كمان انا الي راي في دراسة الصورة. تمام. كل حدا له رايه مثل ما بيقولوا، انا الي 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 الي, إلي راي. لما انا بدي اقول هذول هذا الطريق الواصل سليم، يعني هذا سليم. صحيح. يعني بدي ابحث عن المشكلة في النطفة او البيضة، اذا هذه البيضة جيدة لازم ابحث عن الاثنين الثانيين، متى ما حققت لها الثلاثية بده يصير حمل، إلا إذا دخلوا في طريق العقم غير المفسر اللي هن بهي الحالة اللي 10 ل 15 هن قليلين جدا الحالة اللي حكينا عنها. عن جد بدي أتشكرك كثير دكتور على هاي المعلومات القيمة وعلى هاي الأمور اللي كنا عم